في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار شهر. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر عن ضبط 50,091 قضية تمونية متنوعة مستندية وعينية، من بينها 110 قضية بيع اسطوانات غاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 21,708 اسطوانة، وضبط 103 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 6,636,239 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 389 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت أكثر من 434 طن سلع مدعومة وحوالي 60.5 طن أسمدة مدعومة. كما تم ضبط 182 قضية بيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت أكثر من 206 طن أرز أبيض، وضبط 97 قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت أكثر من 819.5 طن. كما تم ضبط 28,804 مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت حوالي 1,127 طن دقيق بلدي، وضبط 6 قضايا حجب أعلاف بمضبوطات بلغت أكثر من 152 طن أعلاف حيوانية، وضبط 20 قضية بيع بأزيد من السعر للأعلاف بمضبوطات بلغت أكثر من 614.5 طن أعلاف حيوانية، وضبط 294 قضية غش أعلاف وأسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام بمضبوطات بلغت أكثر من 912.5 طن أعلاف حيوانية وأكثر من 723.5 طن أسمدة ومبيدات ومخصبات زراعية، وضبط 147 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 744 طن سلع ومواد غذائية متنوعة و 315.5 طن دقيق أبيض. كما تم ضبط 16,408 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات قاربت 898.5 طن سلع غذائية متنوعة وحوالي 572 طن دقيق أبيض، إضافة إلى ضبط 22 قضية في مجال بيع مواد البناء بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت 178 طن أسمنت و10 طن حديد. كما تم ضبط 1,711 قضية في مجال حجب أرز الشعير بمضبوطات بلغت أكثر من 15,957.5 طن أرز شعير، وضبط 543 قضية في مجال عدم توريد أرز الشعير بمضبوطات بلغت أكثر من 1,867.5 طن أرز شعير. كما تم ضبط 1,243 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت 353,033 عبوة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 2,644,736 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1,396,527 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة
لعدد 16,606 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 809 سائقا منهم. كما تم المرور على 1037 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3909 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية 4 حالات. كما تم فحص 3371 مركبة وتبين مخالفة 101 مركبة لشروط الصلاحية الفنية. كما تم رفع 1299 سيارة و196 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية، تم ضبط 18720 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 2972 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 3641 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 8716 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 10021 مخالفة ملصقات وضبط 45 محلاً مخالفاً لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 352244 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 305,601,789 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 1,281 قضية، من بينها 721 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات وضبط 560 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 252 قضية بقيمة مالية بلغت 618,986,103 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 12,717 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 18,733,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 52,202,948 جنيها.